شو حميد؟ كيف زينب؟ مو منيحة بنوب زينب. زينب كتير تعبانة. أخي طول بالك، إن شاء الله بتتحسن. بجوز أخدمر إنه هالشي أثر عليها، بكرة بالطيب، بس أنت دعي لها. هالشي مستحيل، يا ريت يصير مثل ما عم تحكي. بس هالمرض قدر يتغلب على بنتي، وهالمرض مو مثل أي مرض يا أخي. يا رب. إجا طارق. لك ابني ليش تأخرت لهلا؟ جيت. طيب ليش هيك طولت؟ خلاص هي جيت. سوري ساعدة، وضع كتير خطير. طولوا بالكن وادعوا لتقوم بالسلامة. يا رب يا رب، دخيلك يا الله. الحمد لله أنك أجيت. ليلي كيف هلأ؟ عم تتنفس بصعوبة ووضعها سيء. طارق أجيت؟ أي حبيبتي أجيت. اسحبي من الندم، لازم نحلل فورا. حاضر دكتور، فورا. حبيبتي ولا يهمك، رح تتحسني. عالفاضي لا تحاولي، خلاص أنا وصلت للنهاية. لا تحكي هيك، وإذا بتريدي كوني قوية وبتشوفي إنه هي مجرد أزمة ورح تمر. كنتي تأخرتي، إجا طارق من شوي. ليش شوفي وراي حتى أستعجل؟ ما قدرت أحكي مع طارق كتير. شو صار؟ وين بنتك؟ هربت، هربت قبل ما أشوفها. راحت لعند هالخونة يلي بلا أخلاق وبلا ضمير. ما في غيري يقلي إنه أمك عايشة ورح تجي وتشوفيها. العمى شو كذاب، هالدكتور كتير واطي. أمك ماتت يا رويدة، ماتت. هو أكيد كان عم يضحك عليك لحتى يسلمك للشرطة. بس أنا ما صدقته وضربته بالجرة على راسه وهربت. برافو عليك يا رويدة، برافو. يلا لشوف، عطيها الأمانة لرويدة. خدي. اسمعي رويدة، هالورقة مكتوب فيها عنوان بيت التنظيم اللي بدك تروحي عليه، واسمه عنوان الشخص المسؤول عنك واللي بدك تروحي لعنده. احفظي كل شيء مكتوب بالورقة، وبعدين يا بتشقيها يا بتحرقيها. فهمت يا بنت. خدي رويدة ولبسيها واعي مثل تبع المدينة. ماشي زيدان. يلا رويدة جهزي حالك، أنا عم بنتظر برا. يلا تمام. شو صار؟ شبكي؟ ليش عم تبكي؟ العنوان المكتوب هون أنقرة. ايه؟ وشو يعني؟ لا تكوني خايفة. لا أنا مو خايفة، بس اللي كنت بحبه كان يدرس هنيك وهربت مرة من الضيعة ورحت لحالي على أنقرة مشان شوفه. كنت واقعة بمصيبة، واحد ختيار كان بده يتجوزني بالزور، وبعدين انتسبت للتنظيم وهن وقفوا جنبي، وطلع هو كمان من ضمن التنظيم، ولسه ما رح تشوفه لحتى هالكلاب قتلوه. ما لازم تبكي، لأنك رح تنتقمي ورح ترجعي حق حبيبك وأمك كمان. ايه رح انتقم، رح خليهم يندموا على السعي اللي قتلوه فيها. أخ منك يا نيرمين، أخ. شو اللي عملتيه؟ شو اللي وصلك للتنظيم؟ خير، شو صاير معك؟ قلي ليش متضايق؟ ماني متضايق. طيب معك سيجارة؟ لا. هلأ البنت الانتحارية اللي شفناها صبية مو هيك؟ ايه صبية. والله حوينتها، كان عندي بنت اخ صبية كمان فجرت حالها، بس حاولت تهرب من بين ايديهم، وهي البنت اكيد نفس الشي. بيكونوا ضحكوا عليها.
هاي يوسف. هاي شباب. تعال معك سيجارة؟ هاي معي. ليش هيك يا نرمين؟ ليش؟ لك أنا لساتني عايش. علي شو متضايق؟ شو بيعمل إذا بيصير له شي؟ شو في ديالة؟ فتي على غرفتي، كان بدك شي؟ آسفة بس كان بدي أسألك عن نتائج التحليل. النتائج سيئة كتير. عم تتعذب ما هيك؟ طبعاً عم تتعذب وكتير كمان، بس ما عم تفرجيني. طيب بدنا نضل هيك قاعدين وعم نتفرج عليها؟ ما بنقدر نعمل لها شي هون بهالظروف اللي نحن عايشين فيها، ما بنقدر نساعدها. لازم يكون في حل. مو ما بعرف، بس يعني أكيد أحسن شي إنه ندخلها على شي مشفى. وبهالحالة بتتحسن إن شاء الله؟ رح ساوي اللي بيطلع بإيدي. ورح أترك الباقي على الله. خالي سناء، خالي سناء، خالي سناء، تعالي بسرعة خالي سناء. لك شبك حنان، ليش عم تعيطي؟ وصلتك الرسالة هاي. من وين جاية؟ والله ما بعرف، بس مكتوب على الظرف. طيب تعي قعدي وقري لي إياها. يلا قعدي. أختي سناء، كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله تكوني بخير وصحتك عال العال. الحمد لله أنا كتير منيحة، بس بدي عذبك مرة تانية أطلب منك شغلة، شوية الريس يعني، إذا 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 ما فيها إزعاج. إيه. ورح أنبسط كتير إذا بعتي لي منه، وشكرا كتير كتير لأني رح عذبك بهالشغلة. الممرضة غصون. لك مو هي الممرضة يلي كانت عنا بالضيعة؟ امبلا، هي هي، وكانت تشتغل هون بالمستوصف. انت ما بتتذكريها، كنت صغيرة. ايه بس سمعاني باسمها. هالمرة ما نسيتني ابدا، بتضل تبعت لي رسائل وتطمن علي،
أحيانا بتوصيني على شغلات وأنا ببعت لها. طيب خالتي، بدي أسألك سؤال بس. احكي بنتي. يعني من زمان كان في شيء بين أبي وبين الممرضة غصون؟ حنان، من وين جاي بهالحكي؟ خلص خدي هاي قريت لك ياها. ايه شكرا بنتي. شوفي ولي، مين بعت هاي الرسالة؟ شو بيعرفني؟ انت أدرى. بالله من وين بدي أعرف؟ أنا شو قاعد بقلب الرسالة لحتى أعرف مين بعتها ولي؟ بعتها غصون الممرضة اللي كانت بالضيعة، مو هاي المرأة اللي تجوزتها على أمي؟ ستي عليك ولك، رح تفضحينا، هلا حدا بيسمعك، فوتي لجوا يلا. ايه وإذا يسمعوني، خلي الكل يعرف إنك تجوزت الممرضة غصون، خليهم يعرفوا كمان إنه أنت ستي عليك، لا تخليني أذبحك، هلا أشرب من دمك ولي، ستي عليك عم قلك فهمي. بعد عني واتركني. نقبري لجوا فوتي يلا على البيت، يلا شرفي. تاني مرة إذا بترفعي صوتك بخلتي لستك برا الضيعة، فهمتي ولك؟ ايه فهمت العمى، دايما هيك اللي بيحكي الحقيقة والصراحة بيتبهدل. لك يا بنت الستعشر لك تعالوا لك حويت الحجر فيك. يا الله قديش منيحة، كل فترة بتستفقدني وبتتذكرني، بس هي أكيد ما بتعرف إنه انخرب بيتي وإني لقيت ابني بس لهلأ ما عم أقدر أحضنه، وخسرت بنتي حبيبة قلبي خديجة. ولسه المصيبة الكبيرة نرمين اللي صارت من جماعة التنظيم، وبدها تفجر حالها وتقتل هالناس الأبرياء يلي مالهم ذنب. بنتي أنا رح تصير مجرمة. هيك رأيك؟ يعني هلأ ما في قدامنا حل غير أنه ناخد زينب على المستشفى؟ أي ما في غير هالحل، هي لازم تتعالج بمشفى متخصص بهالأمراض، ومشان نعرف قديش عم بيتطور مع المرض وقتها بيعطوها العلاج على هوا وضعها. خلص صهري مثل ما بدك، منروح على المدينة ومناخدها على المستشفى يلي أنت بتقول عليه. زينب؟ لا ما رح روح على محل، أنا منيحة. زينب انت لازم تروحي على المستشفى. زينب الدكتور طارق معه حق. انا ما رح روح على مستشفى. زينب حبيبتي الله يرضى عليك، مشان تتحسني يا بنتي. خلص بابا انا ما بدي اترك الضيعه، وانا منيحه وما بدي مستشفى. طيب
زينب. زينب انت لازم تروحي على المستشفى فورا. ما بدي. انت ليش مصرة تعذبي حالك؟ انت قلي شو رح استفاد اذا رحت؟ خلص اثنيناتنا منعرف شو هي النتيجة وانا بدي موت هون. بس الطب كل يوم عم يتقدم. ما بدي وجع جديد وألم جديد. ماني مضطرة لهالشي ابدا. اذا بتريد نفذ لي رغبتي بأن بدي ضل هون بالضيعة. طيب مو على أساس نحن بدنا نصارع المرض؟ أنا معي السرطان. أنت بتعرف إنه هذا مانو أي مرض. قربت يا أمي، قربت يا أمي، قربت آخذ بداركم. دمكم ما رح يروح هدر. عم تقطفي للقريص للممرضة مو هيك؟ مع أني كتير تعبانة ومالي حيل أبداً، بس شو أعمل؟ حرام بلا ما أكسر بخاطرة. إيه إيه بلا حرام. أنت قاعدة عم تقطفي لو مالك عرفانة شو صاير بالضيعة. شو صاير؟ الأنسة كتير مريضة. إيه بعرف هالشي. وبتعرفي كمان إنه الدكتور بده ياخدها ويروح على المدينة؟ بده ياخدها ويروح على المدينة؟ إيه والله. مو معقول، أنا ما شفت أعند منها. خلاص مصرة إنه ما تروح على المشفى. وهلأ شو بدنا نساوي؟ ما بعرف وما عم تقتنع. ليش هيك عم تعمل؟ يعني هون ما في العلاج المناسب. والله أنتوا غريبين، ليش عم تردوا عليها؟ يعني أنت أبوها والتاني خطيبة، خدوها غصبا عنا وريحونا. لا تعذبوا حالكم كرمالي، أنا صرت منيحة. مرت عمي أنا رح أحضر السفرة عنك مشان نتعشى. ماشي حبيبتي وأنا قايمة ساعدك. شايف كيف عم تكابر؟ هالشي ما بيصير لأنه جسمه ما رح يتحمل. زينب 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 حبيبتي زينب حبيبتي زينب يا عمري شو صار لبنتي يا عمري؟ زينب زينب ان شاء الله اصحي يا بنتي ان شاء الله اصحي زينب. ديالا سمعت انه زينب كتير تعبانه. داخت وقعت على الارض بالبيت وهلا هي جوا. ها طيب يعني شو ممكن يصير فيها؟ طيب ابني الدكتور شو قال؟ قال بكره من كل بيت بده ياخذها على المستشفى. واكيد رابعه خانم رايحه. وهي من هلا راحت على البيت وبلشت تحضر حالها. طارق انا شو صار لي؟ زينب بكره بدنا نسافر وما في أي اعتراض.
عم تحضري حالك مو هيك؟ اي والله يا سناء. رايحين بكره على اسطنبول؟ لا، على انقره. اي بس انت مو عايشه بانقره، بقى ليش بدك تروحي معهم؟ اه بدي ابقى جنب طارق ووقف جنبه، وبعدين امي واختي عايشين هنيك، رح روح لعندهم. الحمد لله رح نخلص من هالضيعه ومن كل الهموم اللي فيها. هالمره مستحيل تخلي ابني يرجع الضيعه. بعده يا ابني، مشان الله بعده عليها العافية، إن شاء الله ترجع لكم من الأول. الله يسلمك، ديري بالك على حالك مرت أخيك. الله يرضى عليك يا بنتي، ديري بالك على حالك. حنان بنتي ديري بالك على حالك. ايه يلا عمي الطريق طويل. ماشي يلا يا ابني يلا. الله يعافيك الله يسلمك الله يشفيك. يا عافيك بعده بعده هيك يا اولاد بعده يلا بعده راح تطيب ان شاء الله. حبيبتي زينب الله يعافيك يا رب، كل يوم راح صلي دولة. الله يشفيك دولة. دكتور لحظه شوي بدي اروح معك. خالي انت ليش بدك تروحي معنا؟ ايه مو النقيب قال انه بنتي اكيد راح تروح على المدينه. ايه بس هاد مو معناته انه هي رح تروح معنا على انقره. يلا حنان امشي. واصلا اذا رحتي ما رح تستفيدي شيء. بقى استني خبر من النقيب فؤاد. يلا بخاطركن. يلا سناء بخاطرك وسامحيني على كل شيء. يعني هن شو بيعرفون؟ بلكي نيرنين كانت هنيك. أعزائي المشاهدين، إليكم الآن موجز الأخبار. أرسل رئيس الأركان إلى مجلس الوزراء خطة متكاملة لمحاربة الإرهاب قام بوضعها شخصياً، والإطار العام لهذه الخطة هو القضاء على الإرهاب من خلال تعزيز روح الأخوة بين شعوب المنطقة، وسيقوم رئيس الأركان بمناقشة هذا المشروع مع الرأي العام عبر مؤتمر صحفي سننقله لكم مباشرة. يا كلاب يا خونة، ماشي أنا بفرجيكم. تفضلي. عم دور على شارع زمر، تعرف وين؟ بعد ما تطلعي بتمشي دغري وبعدين أول حارة على اليسار. شكرا. رضا ليك جاي لعندك صبية و... مين انتي؟ انا بعتني زيدان. خلوها تفوت. تفضلي.
إذا زيدان بعطيك معناتها أنت. أنا رويدة. اسمعوني منيح، لا تصيروا فدائيين بالتنظيم، لازم كل المصاري اللي بتسرقوها من العالم ومن المحلات وحق المخدرات اللي بتبيعوها وكل شي معكم بتجوا بتعطوني اياه لألي، وبعدين أنا رح خليكم تصيروا عناصر بالجبل. يلا كل واحد منكم بيحط إصبعته هون وبيبصم على هالورقة. ليش بقى؟ مشان يلي بيغلط بحقنا يتعاقب. وبكل بساطة منترك هالورقة بالمكان يلي صارت فيه سرقة والتشليح، ووقتها بيكمشوك وبيحبسوك. تعي معي. يلا يا بطل صوم، برافو عليك. تعي. برافو. يلا بلا ما هي صار. لك يلا بسرعة بصوم. هلا انت رح تضلي هون وبدك تلبسي هدول. ليش؟ ليش شبن يلي لابستون؟ انت هون بدك تنفذي الاوامر. طيب حاضر معلم. هون ما في معلم، انا اسمي رضا. ما ضل إلا القليل، بس تحملوا شوي وبعدين رح تناموا مرتاحين. رح أخذ بداركم. ما أخذوني معهم، رابعة خانهم ما رضيت، وابني ما قال لي تعي. خالي سناء، أهلين. مرحبا خالي سناء. أهلا وسهلا. خير؟ في شي خبر عن نيرمين؟ لا مع الأسف ما في، بس أنا إجيت لعندك مشان أسألك كم سؤال. إيه ماشي، تفضلوا لضيفكم شي شغلة. ما في داعي، مستعجلين. أنتوا عندكم قرايبين أو معارف عايشين بأنقرة؟ لا أبدا، بس في هنيك أيمن ابنه للشيخ إبراهيم عم يدرس بالجامعة تبع أنقرة. يعني ما عندكم حدا غيره؟ والله أنا على حسب علمي ما في غيره. ليكون نيرمين. خلص فهمت، شكراً إليك. نحن مضطرين نغادر فوراً لأنقرة، آسف إذا أزعجتك. يلا. لا مستحيل مستحيل ابقى هون، ما عاد فيني اتحمل. ابني من شان الله ديروا بالكم على مهلكم يا ابني. يا رب يا رب. اخ يا زينب. اخ واخيرا طلعنا من هالضيعة. والله انا ما كنت مرتاحة وما كنت مبسوطة ابدا. بس نحن ما رح نطول بأنقرة، وبس تتعالج زينب وتتحسن رح نرجع على الضيعة. وحياتك ما رح خليك ترجع على هالضيعة. بس أنا لعند مين رايحة؟ أنا ما بعرف حدا وما بعرف الطريق، وأنقرة كتير كبيرة. صحيح الممرضة غصون. ماشي الحال، كفوني هدول، بس لازم اطلع دغري. هلأ بتعتم الدنيا وما عاد بلحق ولا باص رايح على أنقرة. بتنفذوا العملية وبتروحوا على المكان اللي نحنا منقلكن عليه، وإذا بتنكمشوا أنتوا بتتحملوا المسؤولية وبتقضوا عمركم بالحبس. طبعاً جوات الحبس ما بتعطوا اسم حدا، وإلا أنتوا وعيالكم بتموتوا. عبتفهموا؟
وبكل عملية لازم تكونوا ثلاث أشخاص. فوتي المعلم بدي إياك. تعالوا هون. ولا هي أول ثلاثة، أنت تعال هون. عادي رويدة، هاتي لشوف، أعطيني هويتك. هي هويتك الجديدة. مكتوب هون خديجة، هذا اسم أختي مو اسمي. نعرف، بس اسم أختك نظيف. اسمك طبعاً رحيب أرويدة، وهي الهوية مزورة. الصورة اللي أخذناها من الكاسيت صارت جاهزة سيدي. هالصورة لازم تتعمم على الجهات الأمنية بأسرع وقت، لأنه هي البنت انتحارية، لازم نمسكها فوراً. يلا ما تضيع وقت. أمرك حاضر سيدي. وانت عمم هاي الصورة على كل الدوريات، ماشي؟ ماشي سيدي، فوراً. كل شي جاهز سيدي. تمام، رح نمشي فوراً، يعطيكم العافية. الله يعافيك سيدي، تفضل. وين وإمتى بدي نفذ العملية؟ ما بعرف شي لهلأ، بس القصة مو مطولة. يعني قديش تقريباً؟ صدقيني أنا ما بعرف، أنا بساوي اللي بيقولولي عليه. صبري شوي، ما بقى إلا نعرف. أخي الأكل جاهز، جبنا لكم صبيحة وكبنية. الأكراد والأتراك، اللاذ والشركس، البوسنة والبومة، والأوشار والمانويل، جميعنا إخوة. بعد أشوف. قلعتك بعد بقى خليني طص. قلعة جميع تسمع. الشعوب. حاضر. سوف تجدون هناك أن الكل، كل الطوائف التي ذكرتها موجودين فيها وبجانب بعضهم. هذه القلعة كانت ملحمة للأبطال مثل محمد التركي وميمو الكردي. واليوم وكالات الاستخبارات الأجنبية تحاول الإيقاع فيما بيننا وتحاول تحطيمنا وزرع الخلافات فيما بيننا، ولكن نحن لن نسمح بأن يحدث ذلك، لأننا جميعا سنقف وندافع عن هذا البلد. في البداية يجب إعلان أخوة الولاية. ما هي النقاط الأساسية في الخطة الجديدة؟ في الولايات الجنوب الشرقية والولايات الغربية يجب تنشيط جميع الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاستثمارات الاقتصادية في الولايات الجنوب شرقية والولايات الغربية ويجب تنشيط جميع الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاستثمارات الاقتصادية والتوسع في جميع الأعمال، فمثلا افتتاح جميع المعامل وتقديم جميع الخدمات للشعب وتخفيف الضرائب وتقديم جميع التسهيلات الأخرى والمحافظة على الأمن، وأيضا محاولة الرفع من مستوى المعيشة. وكذلك تم الاقتراح على الحكومة بنقل غرفة رئيس الأركان إلى المنطقة الجنوب شرقية، ونبشركم أنه وخلال أقرب فرصة سننتقل إلى هناك. ما الدوافع لهذه الإنجازات؟ الشعب بحاجة إلى هذه الإنجازات، وأنا يجب أن أكون بجانب وبمقدمة عناصري، ويجب أن أكون بجانب الشعب وبجانب كل من يحتاجني، لأننا أبناء بلد واحد، وأنا أيضا سأنام بالمخيمات إن اضطر الأمر لذلك. أيها المواطنون، لقاؤنا انتهى. أشكركم جميعا وأشكر هذا البلد. برخمان
جلو تشمو شين زوالا